السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض ازاي نتعامل مع الداينامو. وليكن مثلا عندي بعض الحوائط اهوت، وهحط عليهم الباب والشبابيك، وبعد كده هاجي هنا من مانج هلاقي عندي الداينامو. اهوت هقول له اعمل لي مشروع جديد، واقول له انا عايز سيلكت، هيبدا يديني حاجات كتير. اقدر اعمل سيلكت فيس، سيلكت اتش، سيلكت ليفل، سيلكت فيس، زي ما انت عايز، سيلكت اليمنت. طيب فين سيلكت اليمنت؟ هنا موديل اليمنت، وفي سيلكت اليمنتس اهو بالشكل دوت. طيب يعني ممكن اقول له ايه، سيلكت موديل اليمنت، واروح عامل سيلكت على اليمنت معين، ما ينفعش اعمل على اكتر من واحد، هو اليمنت واحد بس، فيجيب لي المعلومات بتاعته. ممكن تقول له اليمنت جيومتري، خلينا اقول له اليمنت جيومتري. جيومتري اهي تمام اهو. وبعدين بقى لو انت عايز تشوف العنصر ده بتقول مثلا واتش عشان تعرف المعلومات بتاعته. واتش اهوت عشان تعرف الرقم بتاعه اهوت اهو عشان تشوف برضه في السرير. طيب لو انا قلت له سيلكت موديل اليمنتس، الاس دي عباره عن ايه؟ ان انا مش هعمل سيلكت على عنصر واحد، لا ده انا هعمل سيلكت على عدد من العناصر. طيب هقول له بقى انا عايز واتش دي كوبي بيست نهيت، ممكن تقول له انا عايز اشوف، يبدا يجيب لك بقى العناصر اللي عندك بالشكل ده. عندنا وول، وفي عنصر اخر ممكن يكون الباب. طيب ممكن تقول له سيلكت في اي وقت وتحدد عناصر تانية همت، او مثلا حدد عناصر بالشكل دوت سيلكت، هتلاقي القايمة زادت. طيب خلينا نقول له هنا بقى ايه، عايزين نعمل برضو سيلكت، بس المرة دي انا عايز اعرف اللوكيشن بتاع العنصر، فاقول له جيت لوكيشن. طيب خلينا نكتب هنا لوكيشن، ده هنا اسم اللوكيشن، هنا لوكيشن، لوكيشن روم، لوكيشن سيلكت روم، جيت لوكيشن اهي تمام. تقدر تاخد المكان دوت اقول له سيلكت فيس، وتبدا تحدد الفيس تمام. او ممكن تقول له سيلكت اليمنتس، انا عايز اللوكيشن، وهقول له واتش. هنا ده بياخد عنصر اليمنت، فهو يقول لك اهوت ده اللوكيشن موجود فيه، البوينت اهي، الستارت بوينت والاند بوينت، فبيجيب لي اللوكيشن بالظبط اللي فيه العنصر دوت. طبعا سيلكت فيس، نتعلم مثلا عن الفيس ديت، هيبدا يجيب لك المعلومات بتاعتها، فتقدر المعلومات دي بتاعتها تشوفها واتش، او عايز تشوفها 3 دي تقدر تشوفها برضه 3 دي بالشكل دوت. نفس الفكرة سيلكت اتش، تحدد اتش، ممكن تحدد اتش وبعد كده تخلي مثلا في عنصر يمشي على الاتش ديت.